بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعملوا سرايا الله وعملكم ورسوله المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اليوم في مضيف عشائر دواتشات حضروا ابناء عمومتنا من 5 عشائر دواتشات والممثلين برؤساء الافخاذ والعشائر والساده لدعم وترشيح الاستاذ مصطفى سعد ناهي الممثل الرسمي لعشيره عشائر دواتشات. دعم إن شاء الله وشادين على إيده ونتمنى من الله التوفيق له. الشيخ فاضل نايف المحسن شيخ عشر دواتشات العام. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بفضل الله ومنه تم تجمع هذا اليوم مساء هذا اليوم في مضيف الشيخ فاضل نايف المحسن لغرض دعم وترشيح ابننا البار للأستاذ مصطفى سعد ناهي العابد لعضوية مجلس المحافظة، وذلك لأسباب كثيرة. راح تسألني ما هو سبب اختيار هذه الشخصية؟ هذه الشخصية تتميز بالكفاءة والنزاهة والأصالة وخدمة أبناء قريته ومدينته قضاء الصويرة. فندعو كافة أبناء عشيرة دواتشات وباقي العشائر المتواجدة في محافظة واسط قضاء الصويرة لدعم ابننا البار الأستاذ مصطفى سعد ناهي العابد ومن الله التوفيق الشيخ سامي الحبيب شيخ البحمود دواتشات. حياكم الله كادر قناة تلفزيون الصويرة، وجودكم مهم في هذا المؤتمر المقام في مضيف عشيرة الدواتشات لدعم ومساندة ترشيح الأخ الأستاذ مصطفى سعد ناهي الدواتشي لعضوية مجلس محافظة واسط. حقيقة هذا المؤتمر مثل ما شفتوا كان بهي بحضور شيوخ ووجهاء عشائر الدواتشات. اليوم عشيرة الدواتشات تعد على قبيلة لكثرة العشائر فيها، فهذا أمر مشجع حقيقة، خطوة استباقية اليوم أنه ينجمعون شيوخ ووجهاء عشيرة الدواتشات بموافقة ورأي موحد لتقديم الأستاذ مصطفى سعد مرشحا لعضوية مجلس المحافظة. شفنا وجود عمامنا مهم، وشفنا رأيهم وموافقتهم التامة على تقديم الأستاذ مصطفى سعد مرشح لعضوية مجلس المحافظة. نأمل خير لأنه محافظتنا تحتاج إلى تغيير، ومدينتنا الصويرة الخضراء، دائما أنا أتغنى بالصويرة الخضراء، فإنها تحتاج إلى تغيير. أخوكم الإعلامي علي كوكز.